جمجمه. انا عايز اقول لك هو دي حظ، محدش عارف الجمجمه بتبقى طالعه عامله ازاي. يا مجنون شكرا كتير. انا لازم ابداها كده. شكرا شكرا. الذ جنان دي والله ولا جنان ولا حاجه، والله الموضوع عادي جدا يعني بجد. غريب انك برضو مهما عملتي برضو زي الامر. يعني انت بنتي مجنونه وبعدين بتقول ايه زي الامر؟ انت زي الامر هو لازم بجد. شكرا قوي. يعني مبدئيا كده ما شاء الله جاذبيه غير عاديه. بتعملك مشاكل ذكيه؟ ايه والله خالص، فين المشاكل دي؟ محسب بقى على. ايوه طبعا بيحصل باوفر احيانا؟ لا بجد الحمد لله انا ما بقابلش ناس تموم تقيل يعني كده، حاجات اللي هو زي اللي انت لسه عاملها دلوقتي. في ناس ممكن تدفع يدفع لها رقم كبير قوي انهم يعملوها حتى في دور سينما ويحلقوا شعرهم وياخدوا مبلغ، انت ليه عملتيها في ايه؟ عشان عايزه افتح صفحه جديده وعايزه اخد بالي من شعري. قبل شعرك صفحه جديده مع ايه؟ مع نفسي. عايزه تصحي نفسك ولا عايزه تلوميها؟ لا لا صالحها طبعا. الومها على ايه؟ لا مفيش حاجه الومها عليها، بالعكس عايزه بس كده، عايزه شويه تفاؤل كده وشويه يعني. هو احساس حلو على فكره فعلا. لا والله. طب يعني بتشجعي الناس ان لا ما بشجعش حد على حاجه، مش دعوه. لا عايز يعمل حاجه يعمل، ما بشجعش حد على حاجه. اسمع هل هنستمر كده فتره كبيره بال مش عارفه يعني، حاسه حاسه هاخد شويه كده. طيب هيطول معاك الموضوع يعني؟ حاسه شويه يعني. هتكرريها تاني؟ لا لا مش قصدي، لازم هي لازم هتتظبط يعني. هو الراجل قال لي اما تعمليه لازم هتقعدي فتره تظبطيها عشان مش بتطول بشكل. ممكن تكرري التجربه دي تاني ولا ممكن محدش عارف. طب ايه نصايح قلت نصايح لحلاق اللوك يعني؟ باللوك ده اسمع ان لازم الحلاق اللي حلق لي فعلا. هي بجد هو بجد حلاق اللي حلق لي. النصايح ان انا بجد بشوف معاكم العجب، ان انه لازم اروح كل شهر.